أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا وأخذت أختي في جملة من أخذته من الصبايا وسيقت إلى يثرب ودرس بدين لها أن أكبرنا إن كتابك لها صور من حياة الصحابة وأنا درس لتضرعي والباطنات وحنقص الجرمي تاريخ ملوليتك صحابي لها عدي بن حاتم الطائي عن صوت المعني عدي بن حاتم الضائي إنه عنين بقرة كان مدى بقرة عربة تاسو مكة وكأحلي أبيه وحصيد الكلام عن صوت المعني مدر لواتن صنوع إنه الإسلام كالعدابوني عن صوت المعني إسلام كمكو كرويستي إذا مدى النبي عليه الصلاة والسلام ديغان في سيمك كسوء النبادين إنو أبتيا كروي إنو ديغان في سي كسوء قحا مكي لي إذن كويسوء على إكتين ديغان كوني إنو صوء قحي أو أرب الشام وصوء قحي مدام أصير أوها ننها يستق دين تنصار لكن si dhaqsi ah oo boofsiis ah ayuu u soo qaxay oo ka soo tagay walaashii. Ciidamadii Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam markay deegaankii Cadi ibn Xaatim Addaa'i ay soo gaareen, dad badan bay halkaa ku qabteen oo ay khafaaleen. Dadkii ciidanka ay khafaaleen Ilaahay cilmigiisa waxaa ka mid noqotay Cadi ibn Xaatim Addaa'i walaashiis. كلك شامك وتغي بواسقنا هلي أخبارتا ولا شيس قصدي بامك سوس عطي وحوي لعدي سيقو كشاكينا على قصدي سا لقد بلغني وحائسو قاري والحال أنا أنيق أو في ديار الشام الشام ديغا مدي دا تخلي قصرا أن خيل محمد محمد خيشيشو أغارت خيشو إن الويرطي على ديارنا أنك ديانك أنك إن الويرطي أو أخذت خيشي أي قبطي أختي أنك ولا شيء في جملة من جملة إحدينا الكوكبطي أخذت خيشة منك أي قبطي من الصبايا خفاليال حال أهل ماجا وصيقت أختي ولك حيي إلى يثرب مجالب المدينة لك حيي تاسع سوق أختي أنا ذو عرق الشام سكجا السودان وحاي سوق أختي بويري محمد إذا مدي ساء فردح صارنا إن أي أنك الدنيا كأنك أي صوى غريب ولا شيء لنا أي قبتين ذاتك فرح بضناء وحركة أي قبتين وقفالين إني ولا شيء لكم جهد لنا كحيي مقالة المدينة الله كحيي تابع السوق أرتي أنا برشام فيه وهناك هلك صا وضعت أختي لبقي مع الصبايا ذاتك لصوق فالين معه في حظيرة حرة بحذي بالدي جيي حظيرة عند باب المسجد مسجد كالباب كي سأكتي أهاتي دادك لصوحة فاري مال حرة وصيدة بير عمل هيرو مسجد كأكتي سأكتي حرة سامحك دادك لدي جيي لصوحة فاري حرة هذه دادك لدي جيي فمر بها وحاصو مري حظيرتي
النبي عليه الصلاة والسلام نبي بارسول مرأي فقامت أختي إليه نبي أيه أستاكتين وقالت أختي وحيتي يا رسول الله هلك الوالد والدك وبنتي بمعنى مات الوالد وغاب الوافد أي الحاضر كي جوغين وطغي فمن علي إغوغ الله ديسو من الله عليك إلهي حقوق الله ديسو قبره قبر عقل بضن بيئة هدايو آدنا أدكتوني بضن جيسنا أهو ديران حرد أمركي نبغ عليه الصلاة والسلام وصوم مري بيفرق كاستاكتب روحي تري رسول الله أنيقى آبه وبنتي كي جوغي أو آبب بدلي أي ولالكي أهان وإغتغي كوكا وحن رباحنا دي وقال الله يسطر ودسك كي ديسو أو آمان نقرن كف أدونا إلهي سبحانه وتعالى حقوم نسته فقال مركا صاروه إلى رسولك عليه الصلاة والسلام ومن وافدك ومن وافدك كاي جوغي حاضر كأها يوهي قال وحي تري أختي عدي بن حاتم وعي وافدك فقال مركا صاروه إلى رسولك عليه الصلاة والسلام الفار من الله ورسوله إلهي يا رسول بسمتك كعرايا صاصول مركي تري أبو بنتي كي جوغينا ومتغي إغوغ الله ديسو إلهي أغوغ الله ديسة باور قويري يو أحا قفك جوغي وأبو بوسكي بوحي مركا ساوحي تري وولالكي عدي بن حاتم الطائر رسولك عليه الصلاة والسلام مركا ومك لي عدي بن حاتم الضائي إنو عرري عرّي الشام وعرّي مركاسا وحويري متكي إلهي إي رسولكي سكا عرّي مركاسا ولا الكاغا طيب مركاسا وحدنا إساقات نقاجي ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطغي وصعد كي بوكتغي وتركها أختدنا وكتغي انت صادح مرتي بس وما لنتكوه فلما كان الغد بري مكي لغاري ما لنت حكتي مكي لغاري مر رسولك عليه الصلاة والسلام بها اختري الوصوم عليها دانا حردي بويمك فقال بوحي تري اختري له رسولك وحي اتري مثل قولها اختدى هذا الكيدا مثلك بالأمس الشرعي يعيقوها بالشرعي هذا الكي الشرعي بيمانتنا كسو عريسي هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك فقال رسولك وحير لها اختدى وحير مثل قوله رسولك قولك سمثلك هنا وحير ومن وافدك هذا وحي ترى عدي بن حاتم الضائي مركزه إلى الفار من الله ورسوله ما إلهي إلى رسولك سكيك عرره فلما كان رسولك بعد الغد مركو أهالي وما لنتك له مر رسولك عليه الصلاة والسلام بها اختذي بصوم مري حرذي بوهدن يمد والحال قد يئس اختضى منه رسولك نأيك قوصتي إلا لو ما علم بيلا هذا الشيء كلك ما علمت السدحات أيضا اسك قوصتي برسولك عليه الصلاة والسلام حرد الوصوم مري فلم تقل اختضى شيئا وهو ما إيسان بهن ما علمت السدحات فأشار لها اختضي رجل نبا أتل مامي رجلكم من خلفه رسولك قداشي سأهاغي أن قومي استاك إليه رسولك أو استاك وكلميه رسولك الله ظل من رسولك قداشي ستاكنا نكاس نروحه أها علي بن أبي طالب أيها
baa gabadha la hadlayo wuxuu yidhi istaage, la hadal rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ku celi codsigii oo laba maalin aad nabiga calayhi salaatu wasalaam u soo jeedisay. Faqaamad, markaasay istaagtay ukhtadii ilayhi rasuulkiiyay u istaagtay. Faqaalad ukhtadii, waxay tiri yaa rasuul allah, halaka alwaalidu, ay maata alwaalidu, waalidkii wuu dhintay. Waqaaba alwaafidu, ayilxaadiru, kii xaadirka ahaa oo joogayna wuu tagay. Ee famnun calaya, igu galladayso, man allaahu calayka, ilaahay ha kugu galladaystee. Faqaala rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qad facaltu, waan sameeyey buu yidhi, waan aqbalay codsigaaga iyo dalabka. Maadaama aabbahaa u dhintay, kii markaa joogayna uu iska tagay, aad dalbanayso maalinta saddexaad in liska kaadaayo xurriyaddaada lagu siiyo, waan aqbalay buu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam. Kolka waa xur mar hadduu nabiga sidaa yidhi qad facaltu. Faqaalad, waxay tiri ukhtadi, innii uriidu laxaaqa, inaan haleelo ayaan doonayaa aniga, biahlii, ahalkayga inaan haleelo, ahalkaasoo fishaam shaam dhexdii ahaadeen, ille walaalkeedii iyo ahalkeeda oo dhan way kaxeen oo carriga shaam bay u kaxeen. Marka waxay rabtaa inay ahalkeedii ay la kulanto, waxaan doonayaa marka inaan ahalkeyga haleelo. Meesha markaa la joogana waa magaalada Madiina, shaamna marka waa dhul aada u dheero, saas daraaddeed iyadana waa gabar. Faqaala, wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, asigoo marka ka fikiraayo amnigeedii iyo inay ku tagto shaam si nabadgeliya leh, wuxuu yidhi walaakin, hase yeeshee, laa tacjalii, ha degdegin, bilkhuruuji, bixidda ha ku degdegin, xataa tajidii, ilaa aad ka hesho, man aad ka hesho, tafiqiina adiga bihi, manka aad ku kalsoonaanaysid, min qowmika, xaal uu ka ahaaday maa khuruujka, bixitaanka ha ku degdegin, ilaa aad ka hesho qof adiga aad ku kalsoonaanaysid oo qoomkaaga, liyuballiqa, mankii ki adiga si uu kuu gaadhsiiyo, bilaada shaami, shaam bilaadiina uu kuu gaadhsiiyo. Faidaa wajadti, haddaad hesho, afiqata, dad adiga aad ku kalsoon tahay haddaad hesho, faidaa wajadti afiqata faaclimiinii, isoo ogeysiiwo, dad aad ku kalsoon tahay haddii aad hesho isoo ogeysii, ayagaad raaci doontaa. Walama insarafa arrasuulu calayhi salaatu wasalaam, rasuulka markuu gadoomay, sa'alat ukhtadi cani rajuli, ayay ka su'aashay alladii rajulkii oo ashaara calayha ukhtadi u tilmaamay, an tukallima, inay la hadasho, ruux rasuulkii ay la hadasho. Faqiila lahaa ukhtadi, waxaa loo yidhi innahu rajulkaas caliyu weeyaan, caligo ibnu abi taalib, kulwaan ruuxi caliy. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu iska gadoobay oo hadallada cafiska iyo ballanqaadka u dhexmaray, bay su'aashayo, waxay tiri yuu ahaa ninka khayr badanaha ah oo aniga ii tilmaamay inaan rasuulka la hadlo, ille iyadoo iska quusatay buu asiga rajo geliyey, la hadal buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Kolka la hadalkii oo asiga u yidhi la hadal ay la hadashay, natiijo fiican baa ka timid. Kolka asigana marka abaal gaar bay u haysaayo, maxaa yeelay dhiirigelinta oo marka saddexaad rasuulka inay la hadasho buu iska lahaa, oo markaana ay ka dhalatay sida iyadu ay rabtay. Markaasaa la yidhi cali ibn abi taalib buu ahaa ninka asiga. Thumma aqaamat, marka waxay u aragtay inuu yahay nin la shaqeeyey oo runtii door muhim iyo kaalin muhimaa ku yeeshay inay iyada xurriyaddeedii ay hesho. Thumma aqaamat, way negaatay dheh ukhtadi, xataa qadima rakbun, jamac, ilaa uu ku soo galay ragbigaasoo fiihim, ragbiga dhexdooda man uu ahaa, mankoo tafiqu ukhtada bihi, manka ay ku kalsoonaanayso, jamac oo dad iyada ay ku kalsoon tahay ay ku dhex jiraan,
baa soo galeen magaalada Madiino oo rabaan haddana inay sii aadaan carriga Shaam. Fajaat ukhtadi ilaa rasuulillaahi ay u timid sala allaahu calayhi wasalama wa qaalat ukhtadi waxay tidhi yaa rasuul allah laqad qadima rahdun jamaaco ayaa soo galeen rahdigaasoo min qowmii aniga qoomkayga ka mid rahdigaasoo lii aniga ay ii sugnaatay fiihim rahdiga dhexdood fiqatun kalsooni ay igu sugnaatay iwa balaagun kumeelgaar waan ku kalsoonahay ahalkaygana waan ku gaarayaa ayay balaaga waxa weeyaan yacnii qudratun calaa iisaalii ilaa ahlii waa dad aan kalsooni ku qabo waa dad haddana aan ku awoodayo inaan ahalkayga ku gaaro macna oo i gaarsiin karaan ahalkayga haa fakasaahaa ukhtada alrasuulu salawaatullaahi calayhi wuu marasheeyey wa manaxa rasuulka wuu siiyey haa ukhtada naaqatan hal ayuu siiyey naaqadoo taxmilu xambaarayso naaqada haa ukhtadii xambaarayso wa acdaa rasuulka haa ukhtada nafaqatan ayuu siiyey qarash nafaqadoo takfii kaafinayso nafaqada haa ukhtadii kaafinayso fakharajat ukhtadi maca rakbi jamaca micii bay marka baxday ukhtadi waxay tidhi rasuul allow jamac qoomkayga ka mid ah waan ku kalsoonahay meeshan rabana aan ku gaari karo baa magaalada madiino yimaadeen kolka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu diyaargareynayaa wuu marasheeyey oo dhar buu siiyey wuxuu siiyey hal oo ayada xambaarto gaarsiiso carriga Shaam masaafo baciida waaye bil baa loo soconaya wuxuu siiyey qarash jiscin nafaqo wax allaala wax walbu ayada ku filan muddada ay safarka ku dhex jirto waxay cunto iyo waxay cabto qarashaadkeedii wuu siiyey ukhtadii markaa jamacii bay soo raacday waxay soo aaday carriga Shaam bay soo aaday oo walaalkeed Cadi ibn Xaatim Addaa'i iyo guud ahaanba ahalkeedii ay ku sugan yihiin qaala cadiyu marka cadi baa wuxuu yidhi isagoo sheekeynaayo uma jacalnaa annaga waxaan gudi galnay bacda daalika markaa kadib natanasamu inaan raacraaceyno akhbaarahaa ukhtada wararkeedii inaan raacraaceyno oo wanatarakabu aan sugeyno quduumahaa ukhtada soo galitaankeedana aan sugeyno wanaxnu annagana xaal laa nakaadu aanan sigeynin nusadiqu inaan rumaysanayno maa inaan rumaysanayno ruwiya la soo wariyey maaga lana annagana loo soo wariyey min khabarihaa ukhtada warkeeda xaggiine laga soo wariyey khabarkoo maca muxammadin muxammad miciisa aha iyo wa ixsaanihi muxammad ixsaankiisa xaggii maxaan idhaahdaaye ka ahaaday ilayha ukhtadana uu ixsaan sameeyey kulla dalika alixsaani uu ixsaan sameeyey maca maa kiina lala qabo kaana maaga minii xaggayga ka ahaa tijaahahu muxammad hortiisana oo u ahaaday cadi ibn xaatim addaa'i wuxuu yidhi markaa kadib annaga waxaan gudi galnay inaan raacraaceyno gabadha akhbaarteeda iyo wararkeeda war gabadhu maxay ku sugan tahay xaalkeeda waa sida waxaa naloo sheegay markaa oo khabar aan ku helnay in muxammed gabadha uu aada u wanaajiyey ixsaan ballaaranna uu u sameeyey markaa waxaan qariibsanaynay cadaawaddii aniga aan u haayay muxammed iyo arrinta la soo gudbinayo oo gabadha sida uu u wanaajiyey ah naloo soo gudbinayo marka khabarkana soo gaaray annaga ma aanan rumaysanaynin haddana waan sugaynay inay gabadha soo gasho oo ina soo gaarto waan sugaynay maadaama akhbaartii maxaan idhaahday naloo soo tabinayo oo naloo soo gudbinayo gabadha in la cafiyey oo la saamaxay oo la soo ruqsiyey oo la soo fasaxay wararka wayna soo gaareen wuxuu yidhi cadi fa wallaahi aan ku dhaartay
إني أنيغا لقاعد بان أهي مت فضية في أهلي أهل كي قد إلينا فضية إذ وقت غاس أن فضية أبصرت وحان أركي إمرأة كناك أيان أركي إمرأة صوفي هردتها إمرأة قوانقبك ذا إحدي أحد إمرأة صو تتجه صوتيه سنيس إمرأة نحونا أنك جهد إلي صوتيه سنيس فقلت مركا صاوحا لهاي ابنة حاتم هذه إمرأة ابنة حاتم حاتم قبلي سواه فإذا هي فإذا وقت غاص هي إمرأة هي ابنة حاتم بوايو مرحبا وحويري أنا ذو فرديو أهل كي قد إحدي فرديو وحان أركي ناك أو هودش كي دا قصرا محمل كأو قبضا لك أو هشكر كي دا لصار أو دمر كنا أي فولان ويقالان كاسا وحالي رحلا هودش ليلا مركا هودش كي دي كل إحجبتا أنك جهد إني إني أصر صعطا مركا صاوحا نهي ناك تاني حاتم قولي سيوية وإبنة حاتم وولا شيء قولها أنا قيلة بلطيرة صرصا نهيوية وأنا اسكت قياسي فإذا هي وابا أيدي ما هذه السورة نباتي وابا أيدي فإذا وقت قاسي هي إمرأة هي إبنة حاتم بوايضة فلما وقفت مركي سوء استاكتي علينا كوركنك مركي سوء استاكتي بادرتني وحي إلى الدكتي بقولها قول كذي إلى الدكتي القاطع الظالم لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقيتك وبقية والدك وعورتك سلام يقول على إله سمع ويقول إذن هذا لا القاطع أنت أذيك عديو القاطع مت قرابة قوي باتها الظالم مد ظالم وظلم سميه باطا صوبت وامحي لقد احتملت بأهلك أهلك أغوات صوحا بارتي وولدك عروت أغنى واتصوحا بارتي حاسك أغي عروت أغي واتصور رتي وتركت وحاك صوتكتي بقية والدك أبها قوتك سنة واتك صوتكتي بقية والدك والدك أغا هرادي قيسة معناها أبها قوتك سنة واتك صوتكتي وعورتك عورت أغنى واتك صوتكتي وعورة قبلها ديك كلام دلتي عورة وحالي إلى هذا وحو البول لو بقايو أو إن لا أسترأيك كلك وحويان عورة هذا نوات كسو تكتين أبها أوت كيسات كسو تكتين حاس كاقي عروت هذا نوات صاحن بارستي عبي أردتا كوكوتها قرابدي بات شرطي رحم كي بات شرطي ظالم باتها سيدا بيقول نحريبه أسيقنا مركا وحكا لما أهل دقدق مارك تحلو صوت حي وحي أهد حالة دقدق أكو صوت حي بي أهدايو مركا وحي هو أركاي إني أهل ككوشر تو أيضا ما إيسان كوشر طيب فقلت مركا ساوحنا أي أخي ولا شيء ديري لا تقولي هديهم إلا خيرا خير ما خير مويان وحكى لهديهم وجعلت وحن قديق لي أسترضيها أختذي إنا فهذا قلنا وانكوقن عنا سئولك إنا لن أغسو التقين أمرك أمرك أغسو الدجي ها حتى رضي إلى إكرها لنقط إنا نجعلها أولا الشيدي أيتها وأردت أن سميين كتلك لي سئولك إنا سنوردعين وأرنك أغسو الدجي وإسمو تسيي إنا كتشرته وجددنا أي أحد بدبادة أنت إني كأحد مويانو نعب إيو إني سان كأحد إيو متلقل هذا الله بوقوقا عيي حتى رضي دلائي كرالي نقطي طيب وقصت أختي علي أنيق وحي إيقا قصوت خبرها خبر كذي إيقا قصوت أختي فإذا هو خبرك كما سيدي ويان تناها خبرك وسو غاري الي اني و يسو غاري waxay iga qosatay marka sheekadeed waxa ay la kulantay oo maxamed ay kala kulantay
sida khabarka uu ii soo gaaray ee u sheegtay si wanaagsan in loo ikraamay oo maxamed uu soo wanaajiyey oo uu ixsaan falay inuu cafiyey inuu soo siiyey daabad naaqo hal geel inuu soo marasheeyey nafaqadii iyo jascinkii iyo qarashkii inuu soo siiyey waxyaalahaasoo dhan weliba uu ka fikiray amnigeedi oo u yidhi bixitaanka ha ku degdegayn ilaa aad ka hesho dad adiga aad ku kalsoon tahay oo ku gaarsiinayaan deegaankaaga. Faqultu markaasaa waxaan dhahay lahaa ukhtadii waxaan u dhahay wa kaanad ukhtadii waxay ahayd imra'atan naag imra'adaasoo xaazimatan oo digtooni leh imra'adaasoo caaqilatan oo caaqil ah ayay ahayd. Waxaan ku dhahay maa tarayna maxaad ra'yeynaysaa fii amri rajuli rajulka arrinkiisa maxaad ka ra'yeynaysaa yacanii wuxuu u jeedaa muxammadan calayhi salaam gabadhu gabar oo digtooni leh oo waxgarad ah oo caqli badan bay ahayd oo indha furan oo fuyujigan waxaan ku dhahay buu yidhi rajulkan ee muxammad ah arrinkiisu maxaad ka ra'yeynaysaa. Haddaad fiiriso nin nabi ah oo rasuul ah mudan in la rumeeyo la raaco makula eg yahay mise nin beenaala ah oo madaxnimo iyo magac raadinayo kula egyahay. Faqaalad waxay tiri uftada araa waxaan u malaynayaa wallaahi aan ku araa waxaan ra'yeynayaa wallaahi aan ku dhaartay an talxaqa bihi rajulkan inaad haleesho sariican sida ugu dhaqsiga badan inaad ku haleesho saasaan aniga ra'yeynayaa. Labo miday naqanaysaa inuu nabi yahay iyo inuusan nabi ahayn. Fa in yakun hadduu ahaado rajulkan nabiyan nabi hadduu ahaado falisaabiqi kii sabqiyey ayuu u sugnaaday ilayhi nabiga u sabqiyey fadluhu saabiqaa fadligiisaa u sugnaaday. Hadduu nabi yahay nabi qofkii u soo sabqiyo ku soo hormaro oo rumeeyo raaco fadli buu yeelanaya. Wa in yakun rajulkaasi melikan hadduu ahaaday nin boqor ah falan tudalla lagu dullaysan maayo adiga cindahu rajulka agtiisa lagu dullaysan maayo walxaal anta adigane anta adiga aad tahay hadduu nin boqor yahayne adiga oo cadiid ibn xaatim addaa'i ah agtiisa lagu dullaysan maayo maxaa yeelay dadka ahlu sharafka ah oo bulshada ay ka soo jeedaan magaca iyo mansabka iyo qiimaha ku leh agtiisa waa lagu ikraamaa oo laguma ihaanaysto. Maxaa yeelay dadka noocaas oo kale sidaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam kula dhaqmi jiriyo aad buu u ikraami jiray isagoo marka ujeeddadiisu ay tahay inuu soo dumo ay diinta ku soo biiraan bulshada iyo ummadda ka dambaysana ay ku soo daydaan oo ayaguna ay diinta ku soo biiraan macnaha ille waxa weeyaan dadka oo qiyaadada oo madaxnimada oo mujtamaca faraha badan ay ku xiran yihiin waa dad muhim ah waxaa suurooda ayaga islaamkooda inuu sabab u noqdo boqolaal iyo malaayiin inay soo islaamaan. Marka si gaar buu nabiga u ikraami jiray calayhi salaatu wasalaam dadka sidaasoo kale oo saamaynta leh oo dad ay ku wada xiran yihiin oo taana marka gabadhu way fahantay muddadaa gaaban ay nabiga la joogtay xataa hadduu boqor yahay agtiisa lagugu dullaysan maayo ee waxaan ra'yeynayaa inaad la kulanto sidaabay gabadhu tiri. Qaala cadiyun cadi wuxuu yidhi marka fahayatu jahaasi diyaargarowgeygii ayaan diyaariyey wa madaytu waan tagay xataa qadimtu calaa rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalama ilaa aan ugu soo galay fi lmadiinati magaalada madiinana aan ugu soo galay min gayri amaanin ammaan la'aan baan u soo galay iyo walaa kitaabin kitaab la'aanna waan u soo galay. Magaalada madiinaan soo galay buu yidhi cadiy ibn xaatim ataar anigoo cid magangeliye isiisay aysan jirin anigoo marka qoraal aan iska soo hormarinin si markaa leega warqabo inaan aniga soo socdo baan magaalada iska soo galay. Wa kaana sha'niga wuxuu ahaa balaqani inuu isoo gaaray annahu nabiga qaala nabiga inuu yidhi waxaana isoo gaartay nabiga inuu yidhi innii aniga la arjuu waxaan rajaynayaa an yajcala allaahu ilaahay inuu yeelo
iyada cadiyana cadi gacantiisa fiyadii aniga gacantayda qabaya. Waxaana isoo gaartay in Rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yiri, aniga oo Rasuulka Muxammad ah waxaan rajaynayaa Cadi ibn Xaatim addaa'i gacantiisa inuu Ilaahay yeelo aniga gacantayda, inuu ii yimaado uu igacan qaado uu soo islaamo, sidaasaan raja ka qaba. Hadalkaasaa marka aniga isoo gaaray, taana marka kalsooni bay isiinaysa. Fadaqaltu calayhi rasuulkii baan u soo galay, walxaal huwa rasuulkana fi lmasjidi uu ku sugan yahay. Fasallamtu calayhi rasuulkii baan salaamay, faqaala rasuulka wuxuu yidhi, man irajulu rajulka yuu yahay? Faqultu markaasaa waxaan dhahay, cadiyu bnu xaatim weeyaan. Rajulka kuu yimid waa cadi ibnu xaatim, marka nin qiimo badan waay, waa nin boqor ah. Faqaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaya, aniguu ii soo istaagay. Wa akhada rasuulka biyadii, gacanteeduu qabtay. Wandalaqa rasuulka bi, aniguu ila tagay ilaa beytihi, gurigii buu ila tagay. Wuu ikraamayaa guriguu nabiga calayhi salaatu wasalaam ikeenay buu. Fa wallaahi yaan ku dhaartay, ee buu yidhi, cadi baa sheekeenaya. Qadarka gaabanoy isla socdeen masjidka ilaa guriga, intay isla socdeen buu habdhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka helay qadarka yarka ah, tii buu marka ka warbixinaya. Fa wallaahi yaan ku dhaartay, ee innahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam lamaalin weeyaan mid tagaayo bi aniga ilalbeyti, guriga ila tagaayo, aniguu ila socdaa, gurigu igula socdaa. Id waqtigaasi laqiyatu rasuulka imra'atu naag baa la kulantay, imra'adoo daciifatun ee taaka daran, imra'adoo kabiiratun oo weyn oo waayeel. Walxaal macahaa imra'ada maceedana sabiyun uu yahay wiilya, sabigaasoo sagiirun oo aad u yar haddana. Fastowqafat imra'adii, way ka istaag dalabtay buu rasuul. Wajacalat imra'adii, waxay bilowday ay gudi gashay, tukallimuhu rasuulka, inay la hadlayso, fii xaajatin, ay kala hadlayso xaajadaasoo lahaa imra'ada usugnaat. Fadalla rasuulka wuu ahaaday macahumaa, imra'ada iyo sabigaa macood ayuu ahaad, xataa qadaa rasuulka xaajatahumaa, imra'ada iyo sabigaa xaajadood ilaa uu ka xukmiyey. Walxaal ana anigana waaqifun aan ahay mid taagan. Faqultu fii nafsii, qalbigaygaa waxaan iska dhahay, wallaahi maa haadaa bimalikin, baan qalbiga iska dhahay, ilaah baan ku dhaartay, ee ninkan boqor ma ahan, ille boqorada habdhaqankoodu asiga garanaya, asigaa boqor ahaan jiray, asigoo aniga ila socdaa naag waayeeloo daciif oo miskiin ah oo sabi wadata baa istaajisay buu. Markaasay la hadlaysaa oo danaheediyay kala hadlaysaa, iskama weynaysiinaya, asigana waa la hadlayaa, wuu la taagan yahay. Ilaa xaajadeedii iyo danaheedii uu u dhammeeyey, su'aalahay rabtay inay weydiiso, ilaa uu oga jawaabay, wuu la taagnaa, anigana waan taaganahay buu. Dhaqanka noocaas oo dadka ducafada iyo masaakiinta in aan layska weynaysiinin, waxa weeyaan waa dhaqankii saalixiinta, waa dhaqankii ambiyada, waa dhaqanka dadka ahlukheyrka, ma aha dhaqankii boqorrada iyo jabaabirada ma aha. Faqultu waxaan dhahay fii nafsii, nafsadeeda waxaan iska dhahay, wallaahi yaan ku dhaartay, ee maa haadaa kan bimalikin, boqor ma aha. Thumma akhada rasuulka calayhi salaatu wasalaam biyadii, gacanteeduu qabtay. Wamadaa rasuulka bi, aniga ayuu ila tagay. Xataa ataynaa, ilaa aan ka tagnay manzilahu rasuulka, gurigiisa ilaa aan ka tagnay. Fatanaawala rasuulka, wuxuu soo dhiibay wisaadatan barkin, wisaadadoo min adamin, maqaar xaggii ka ah, wisaadadaasoo maxsuwatan oo la cuway, liifan yacnii meerah lagu cuway. Fa alqaahaa wisaadada, ilaya anigii ayuu ii soo tuuray. Wa qaala, wuxuuna yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ijlis calaa haadihi, ku fariisi buula. Gacantuu i qabtay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, wuu ila tagay, gurigii buu i geeyey. Fatanaawala rasuulka, wuxuu soo qabtay leh wisaadatan, buu soo qabtay barkin oo ka samaysan maqaar, waxaana lagu cuway oo gudaha kaga jira meerah,
yani timirta ee geedkeeda qashinkiisa iyo waxyaalahaas baa meerax la yidhaahdaa, meeraxaasaa lagu xubay sida qumbihii oo kale baa halkaa oga jira macna haa, qashinkaasaa la yidhaahdaa meeraxa oo timirta. Markaasuu ii soo tuuray buu yidhi, fa alqaaha ilaya, markaasuu aniga ii soo tuuray wasaadada, wuxuuna yidhi ku fariiso wasaadadan markinkaan ku fariiso. Fastaxyaytu minhu, rasuulkii baan ka xishooday. Waqultu, waxaan dhahay, bal anta tajlisu calayha, wasaadada adigaa ku fariisana. Faqaala, wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, bal anta tajlisu calayha cadiyow, aniga kuma fariisanaya, adigaa ku fariisanaysa. Famtathaltu, marka amarkii yaan qaatay buu yidhi aniga, oo cadi amarkii iyo aadaabti amarkii uu asiga qaatay oo wasaadada anigaa ku fadhiistay. Wajalastu calayha, wasaadadii baan aniga ku fadhiistay. Wajalasa nabiyu sala allahu calayhi wasalamana cala alardi, yuu ku fadhiistay asigana dhulka ayuu si toos ugu fadhiistay. Waayo id lam yakun fil beyti, guriga dhexdii ma ahaanin sibaaha, wasaadadaas wax ka soo haray, hashaas wasaado unbaa taalay. Wasaadadiina anigu yidhi ku fadhiiso, asigana dhulkuu iska fadhiistay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. فقلت في نفسي قلبي جاء وحن اسكدها والله ما هذا بأمر ملك إله بان قد أرتي أرنك بقر أرنك سماء بقر هذا قليه هذا مركي إلي ماذا الدنيا ذا جعلك هذا بقصة دعا يبا سيد الله قرقر حيي إيو سيد الله هجاجي إيو سيد الله شقي إيو زينة إيو بلع دا إيو فردية كم مغضان هالكاس إنا تسكت حجوك تقبات جعلاني سابقر هذا قليه هذا مركي لطبع. Ninkaan haddana waxa weeyaan gurigiisu ma sharaxno, xashaas wasaado unbaa taalo, haddana anigu ileeyahay ku fadhiiso, asigana dhulkuu iska fadhiisanaya, ma aha dhaqankii boqorada, ma aha, haa waa dhaqankii ambiyada, waa dhaqanka saalixiinta, waa dhaqanka ahluqeerka, waa dhaqanka dadka adduunyada agtooda aysan qiimaha ku lahayn oo aakhirada agtooda qiimaha ay ku leedahay. Tayib, uma iltafata rasuulka ilaya, anigu isoo milicsaday. وقال وحونا يري رسولك عليه الصلاة والسلام إي اسكورا يا عدي عدي غوي إنو حاتم من حاتم من كيسا بل إي ورون شيكو أيا بلاواني سادي شيكي سانا يا لبضو عدي بن حاتم مركا وحيا لبضنو عجائب له بالوش وأسيقا كتنح قوحا يمو بالوش. وحو يري رسولك عليه الصلاة والسلام ألم تكن أذيغا ما أهانينو هكوسيا mid dhexdhexaad loo nisbeeyey, tadiinu ka diin yeelanaysa bidiinin diin diinko, alam takun adiga rakuusiyan ma ahaanin oo mid dhexdhexaad loo nisbeeyey, tadiinu mid ka diin yeelanaya adiga ma ahaanin oo bidiinin diinna ka diin yeelanaya, diinku bayna nasraaniyati iyo wasaa'ibati u dhexeeya, nasraaniyada iyo saa'ibada u dhexeeya. قلت واحد الله يقول لي بلا إنا أنا إهان كألوا ركوسي لو حالي لها معناها نصارى توصلنا معها سابي أذا قلت اللي إلى هذا توصلنا معها بل سن نصارى دي بلا حجينا يا مركا والدين أو نحن حادة أو أود حيسة نسرانية دا إيو سائبة دا أود حيسة مرحبا كل كا من نوع سأدي لصوم إهان مركا سأوحان الله يقول لي ها. فقال مركزا وحوي لرسولك عليه الصلاة والسلام ألم تكن أدغا ما أهانين وتصير إنا تسعونيس في قومك قومك قد إحدينا أدغو سعونيس بالمرباع الربع فتأخذوا أدغا ما قادنينين ومنهم قومك حقو ضمامك قادنينين لا يحل ماك لك أدغا أنكو حلال نغنين في دينك دينك قد إحدينا أنكو حلال نغنين ganiimo markay soo helaan qoomkaaga afar meel markii loo dhigay ganiimada hal meel soo kama qaadan jireen adiga rubacaas aad qaadanaysidne soo ma ahayn midaan diintaada aan ku banaaneen oo aad kaga dayanaysa oo keliya boqorada adiga kula midaa qaadan jireen oo kale waxyaalo marka diinta aysan qabeen oo layska sameynaya ayaa jiri kara kolka diinta marka asiga uu haystay ma aysan ogoleen rubac inuu ka qaato qofka boqorka ah ganiimada. فقلت مركزا وحان لها يقول لي بلا سدا إن أنا أهين كآلي وان أها
وعرفتُ وحن أجاري بويري مركا ميلها ويجلا حد هاد لاي يو أريب خبنا كيسي أن قيمي يو مقال كيسي يو لين عيدا وكه لاي وعرفتُ وحن أجاري أنه أصيغ نبي إنه يهي نبي ومرسل ومصادر ثم قال مركا ساوح ويري رسولك عليه الصلاة والسلام لي أنا جوري وحيارا مركا أو أنا جا يجد حبو حياة أو إجهر تاجن إن الدين الإسلام كأن قاتو أيوة حتى نكهر لا يا أخ ساسوايو أخيار تمر في الله تقول الله فريستو وعوي عندك كمرك الله فريا وحيارا كده حبو حياة أبوي كهر حد لا يا أيك لسان كذا إلى إيسو مرسينا يا سبحانه وتعالى ثم قال وحويري لي أنا وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام لعلك أديك واحد مضنتها يا عدي وعدي إنما وحك لماءها يمنعك وحكا ريبايا من الدخول إن تصوغش في هذا الدين إن تصوغش وحكا ريبايا ما أمبكا ريبايا ترى أديك أدركيس هم آغا من حاجة المسلمين مسلمين تباهد وذا حال أهد ماغا وفقرهم مسلمين تفقر وذا حال أهد ماغا عدي ومانطي دين الإسلام كأن الصوت شوحك لك أمام هرتاجن وحكا هرتاجن وحد أجيدا مسلمين تا باهد وضعي وعباته ضربة أجيدا وحد إسلاده هي دين تا ودين الفقر ودين الحاج وفك دين تا قاطوة عن فقر ها سيدا صد إسلاده تا أمباكا هرتاجن إن الدين تكسور كفت فوالله ينقل أرتاجه لا يوشكن المال مالك وحبود بانايا أن يفيض إنه الضاد مالك فيهم في المسلمين مسلمين تتحضر إنه قداد حتى لا يوجد إلى أن لهل من أن لهل منك يأخذ قادنا ومنك هو مالك قادنا ومد مسلمين تأمان تحاجد إيا فقرك قصدان كما جري دونان فقرك فقرك إيمان تكجران كما جري دونان ويكبح دونان وحاضيع دونتو إن مالك مسلمين تدحضوا وكبتو أو لو أيو واحد فقير أهو مسلمين تكمدوا مالك أن قادنا إن لو أيو دعي دونتو بشارة وين ويان مدى أيضا لو ولعلك أليك وحد مضانتها يا عدي وعدي إنما يمنعك إنه كارب من الدخول قلت في هذا الدين أدقشو ما باكام من عناي إنما يمنعك وحاكام من عناي من الدخول في هذا الدين آت سوق شما باكا منعنا ترى أديك آت أركيس من قلة المسلمين مسلمين تيرى شهر حال وهذا ما إيوه وكثرة عدوهم مسلمين تعدوا قد بدنان حال وهذا ما وحيا لها أديك كام منعنا يوئنا الدين تانا سوق شو حاكم دا وحد وجيدا مسلمين تاني آت أترى يريهن cadawga gaalada ahna in aad u tiro badan yihiin bad u jeeda aqaliyada marka yaraantaane waxa weeyaan waxay qayb ka tahay waxa ka hortaagan in aad diinta islaamka aad soo gasho fa wallahi aan ku dhaartay la yushkanna waxa dhabaanayso oo dhabaanayso oo dhici doonto an tasmaa in aad maqasho bil mar'ati naak in aad maqasho takhruju hala ay soo baxayso mar'ada min al qadisiyati magaalada qadisiyada la yiraahdo ka soo baxays ala baciiri haana ku soo baxays hatta tazura hada albayta baytka kana ila ay ka soo ziyarat la taqafu hal ay san ka baqeenin ahadan ahad ay san ka baqeenin marada illa allah ilahe ma maanta haday muslimiintu yar yihiin cadawgana uu badan yahay dhul ballaaran muslimiinta ay san haysanin waxaa dhici doonto gabadha muslimada ah inay ka soo baxdo magaalada la yiraahdo qadisiyo ciraaq bay ku taalaa ayadoo ratigeeda saara waxay soo gaari doontaa magaalada maka beedka ilaahay bay soo ziyaaranaysa ayadoo ahad bani aadan ah oo diinteeda iyo iimaankeeda ka fidneenaayo ka hortaaganna aysan ka baqaynin ilaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala saasu islaamku u fidi doona saasu islaamku u xogeysan doona muslimiintana sidaas ay u badan doonaan meel walba oo caalamka ka tirsan diinta islaamku way gaari doontaa macna
ولعلك أذيك واحد مضنتها إنما يمنعك إنه كان منعناه من الدخول قلت في هذا الدين أتسوق الشر أنك أذيك ترى إن تركيس أن الملك بقرن ماذا إيه والسلطان دولة ماذا إيه مدحن ماذا في غير المسلمين المسلمين تغير كذا بحدي إني أحد حيالها كافر تاغان إن الدين أتسوق الشر حكم منها وحد أجيدا بقرتويدا إيو مدحنمدا أدويدا مسلمين تغير كورا إني كعنت أروجت مدحنا واوين إيمانتا أدويدا كتالينيس إني قال يهي دولة ها واوين دولة قال إني يهي بدو جيدا تاني مركا ويكاهر تاغان تهي إنا دينة إسلام بقصو بيت وأيم الله إله نابتيس ليوشكن وحا نبانيس أو نبانيس أن تسمع إنا دمقشوه بالقصور السراء إن أتنقش قصورته البيض أو عدعت قصورته من أرض بابلة بابلة أرلد إذا حقي كأها قد فتحت قصورته إن لفرطي عليه المسلمين تدشر ومغفرطي وأن كنوز كسرى كسرى كنوستيس كسرها سو ابن هرمزة قد صارت كنوستا إليه المسلمين تأني أوعد تاس إن مقشو أيا دوغو إلى دعيدات وقت الدر كما سو وريغان دون وي دعيدات وحول بو اسكا إيمانا يا قريب واي وي اسكا دوغي إلهي دارتي سان كو نارانا أما ليدا هو أي مولا إلهي باقي أهان شيه سا قسمي أنيغا دارتي دا أي أها تاي وحا دو أو دعيدات إن مقشو صراحة عدعت أو من أرض بابلة كسميسن بابلة ذو حويان وقبل أو أرض العراق كتر سنة إن لفرت يوم مسلمين تأفرتين ماذا حوينها ما أنت الدنيا كتل يوم ليلة ذو كسرى ابن هرمزنه كنوز تيسا إن المسلمين تأوهان دوران أو المسلمين تغنيميسن دوران تاسا بعيدون دولة ذو قوين ما أنت الدنيا محن رضاي قوين او مدحوينه كي هي كسرى ابن هرمز مسلمين تا ايا بربورين دونان دقالهودنه غنيمه نقن دونتا او مسلمين تا غنيميسن دونان فقلت وحان ارنتا سا مركا عدي بن حاتم لياب لنا قطيو كنوز كسرى ابن هرمز كسرى ابن هرمز كنوز تيسا فقال رسول الله غير نعمها كنوز كسرى ابن هرمز كسرى ابن هرمز كنوز تيسا غنيمة أيها نقام دونتا مسلمين تانا غنيمي صندوق قال عدي عدي أبويري عند ذلك تا أكتر شهدت شهادة الحق من كمرك عيني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شهدت وحان قري شهادة الحق حق شهادة بان قري وأسلمت أنجن وأنصار إسلامي وحيالها صوتاً وحيالها عدي محاتم كده حقوح أي أي أهاي وحيالها سيقى قلبي سكجر يوكدح قوحا يحب قوحا الله نبي عليه الصلاة والسلام سيدا يتهيو أيونا أو أباري معنا عدي مركا هل كاسو أسيقى قصو إسلام عمر عدي بن حاتم والله عمر السيئي رضي الله عنه طويلا زمنا زمن بالله عمر السيئي زمن كو طويلا أو غير سيو حيالها النبي قوو الشيقي إن بدنا كمدا وإنه سوء أركو إلهي سبحانه وتعالى عمره سوء ديري عدي بن حاتم وكان وحوها عدي يقول كيدها يا أيوه لقد تحققت إثنتان اللووي حقيقوين وبقيت الثالثة متسدحات بعد من وإنها ثالثة لنا والله ينكون أرتيا لابد كائنة لابد وحالك مارمانا كائنة إني أهاني سمد السدحات سدح والحانوض من نبي إيشيغي عليه الصلاة والسلام ومستقبلك لعدونا لبو ويحقيقو بينو أنيقا إنيهيك قوارك مد سدحات بعد من مد السدحات نوي إيمان دونا وإيمان دون طاية لبو دواما حيمك كو فقد رأيت وحان أركي المرأة ناك تخرج حال أي صبحيس ومرأة من القادسية أي كصبحيس على بعير هاني أي كصبحيس
laa takaafu xaal aysan baqaynin mar'ada shay'an aysan ka baqaynin xataa tabluqa haada albayta ilaa ay ka soo gaarto. Taas anigaa indhahayga ku arkay islaamka siduu u fiday. Ayib, labo, wa kuntu aniga waxaan ahaa fii awali khaylin, waa middii asiga ugu yaabka badneed, fardo midda ugu horaysa dhexdii baan ahaa, kheesho agaarad weerartay kheesha calaa kunuusi kisra, kisra ibnu hurmus kunuustiisa weerartay oo wa akhadadhaa kunuustina soo qaaday. Waa xilligii sayidina cumar radiallahu canhu waardaa ciidankii ugu horeeyey oo kisra ibnu hurmus kunuustiisa weerareen oo kunuustii soo qaadeen anigaa ka mid ahaa. Waa dambe ayuu sheekeynaya, wa axlifu billaahi ilaah baan ku dhaaranayaa, la tajiianna thaalithatu, midda saddexaadna way imaan doontaa oo way imaan doontaa. Musannifka marka noo raaciyey raximahullah, midda saddexaad iyadana xilliga ay dhacday dhaqaalaha faraha badan oo muslimiinta dhexdooda ku daadan doono. Waqad shaa allaahu, ilaahay wuxuu doonay, an yuxaqiqa, ilaahay inuu xaqiijiyo, qowla nabiyihi calayhi afdalu salaat wa aska salaam, nabigiisa qoolkiisa naxariis midda ugu fadliga badan iyo salaam midda ugu daahirsanba dushiisa ha aatee nabiga. Waqad shaa allaahu, ilaahay wuxuu doonay, an yuxaqiqa, ilaahay inuu xaqiijiyo, qowla nabiyihi, ilaahay nabigiisa qoolkiisa, calayhi nabiga dushiisa ha aato, afdalu salaat iyo wa aska salaamiya, fajaa'at athaalithatu, midda saddexaadna way imaatay, fii cahdi alkhaliifati, khaliifkii zamankiisii ayay imaatay, khaliifkii azaahidi ee zaahidka ahaa ee aakhirada jeclaa adduunyadana nacbaa, khaliifkoo alcaabidi oo ilaahay caabudaayo cibaadada badnaa, cumara cumarna ah, cumarkaasoo ibni cabdilcasiis. Cumar ibni cabdilcasiis waa khaliif zaahid oo caabid ah oo khulafaa'u raashiduun manhajkoodu raacay. Ninkaa zamankiisii ayay imaatay uu yiri midda saddexaad. Barwaaqo badan baa la helay xilliga cumar ibni cabdilcasiis uu ahaa madaxweynaha muslimiinta uu ahaa. Xaysu meel bay imaatay, faalat alamwaalu, amwaashi ay daaday, cala almuslimiina, muslimiinta dushooda ay ku daaday, ay ku faaftay macnaha. Xataa jacala munaadiihi, cumar munaadigiisa, xataa jacala haa ilaa uu ka gudi galay munaadiihi, cumarkiisii naadinaayo, yunaadii inuu naadinaayo munaadiga, calaa man uu ku naadinaayo, mankaasoo yaaqudu qaadanaayo, manka amwaala zakaati, mankaasoo min fuqaraa'i muslimiina ka mid ah, falam yajid munaadiga axadan axadna ma uusan helin. Xoolaha zakawaadka oo muslimiinta laga soo aruuriyey wax qaato inta la waayaa bangiga laysaga xariyay, munaadi baa naadinayo oo waryaa mustaxiqiinta ka mid oo qaadanayo zakada. Waxaa la waayey waaxid oo min fuqaraa'i muslimiina ka mid oo zake la siiyo baa la waayey xilligii cumar ibni cabdilcasiis. Wasadaqa rasuulullaahi, ilaahay rasuulkiisa waa run sheegay salawaatullaahi calayh. Umuurtan marka oo muqayabaada ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka khabray, haddana siduu nabiga ooga khabray u dhaceen, waxay ka mid tahay mucjizaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam unbay ka mid tahay. Ayib, wa barra cadiyu, cadina wuu baari naqday, wa cadigoo ibnu xaatimin biqasamihi, cadi dhaartiisuu ku baari naqday, macnaha dhaarta kuma xintiyaabin oo kuma dambaabin oo kafaaratu yamiin ma aysan ku waajibin dhaartii ahayd. Wa axlifu billaah la tajiianna thaalitha, saasuu cadi ku dhaartay, ma ogtahay, ilaah baan ku dhaartay midda saddexaadna way imaanaysaa buu yidhi, wayna imaatay midda saddexaado, asigana saasuu dhaarta ugu baari naqdayo, dhaartiisa kuma dambaabin oo kuma xintiyaabin, nin dhaartayo haddana dhaartiisu ay jabtay oo kafaaratu yamiin ay ku waajibtay ma uusan naqanin. Wa Abu Dhar Al-Ghifari.